اهلا بكم مشاهدينا الكرام ولقاء جديد في مؤشر النيل. نستعرض معا بالارقام والتحليل اداء مؤشرات البورصه المصريه والتي تراجعت بشكل جماعي لدى اغلاق تعاملات الاحد مستهل تعاملات الاسبوع، حيث تراجع مؤشر البورصه الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبه 0.93% من قيمته مسجلا 6749.11 نقطه. وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 0.2% مسجلا 371.57 نقطة. هبط أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.1% منهين التعاملات عند مستوى 769.52 نقطة. امتدت التراجعات أيضا إلى مؤشر إي جي إكس 20 محدد الأوزان النسبية ليتراجع بنسبة 0.81% مسجلا 6852.86 نقطة. نتحول لقائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث كان قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 27.29%، تله قطاع الاتصالات بنسبة 19.58%، وجاء قطاع العقارات ثالثا بنسبة 18.24%، بينما حل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية رابعا بنسبة 8.78%. بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء واستحوذوا على 93.45% من إجمالي التعاملات، بينما اتجه المستثمرون العرب نحو البيع وحصلوا على 4.39%، كما اتجه الأجانب نحو البيع أيضا واستحوذوا على نسبة 2.17% من التعاملات. يأتي هذا في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون الأفراد نحو الشراء واستحوذوا على 83.21% من التعاملات، في حين اندفعت المؤسسات للبيع وحصلت على نسبة 16.78% من التعاملات. هذا وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1.3 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 424.7 مليار جنيه بعد تعاملات إجمالية اقتربت من 426 مليون جنيه. والمزيد من التحليل والتوضيح لأداء البورصة المصرية ينضم إلينا في استوديو نيل الأستاذ عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية. أهلا بك أستاذ عوني. أهلا بك يا فندم. اسمح لنا أن نبدأ عملية التحليل وقراءة السوق اليوم وعلى مدار الأسبوع وأيضا العديد من النقاط حول عالم المال والأعمال، ولكن بعد مطالعة هذا التقرير. إلى التقرير. استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الأخير من العام 2015 بهبوط جماعي. السوق تأثرت بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية لجني الأرباح وتسوية المراكز المالية للمستثمرين والمحافظ مع قرب نهاية العام الحالي. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خسر نحو 1.3 مليار جنيه لينهي التعاملات عند 424.7 مليار جنيه، وبلغت التعاملات قرابة 426 مليون جنيه. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجيكس 30 تراجع بنسبة 93%، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 بنحو 2%، وامتدت موجة الهبوط إلى مؤشر إيجيكس 100 الأوسع نطاقا ليتراجع هامشيا بنسبة 0.1%. في الوقت نفسه أعلنت شركة فيرست إكويتي بارتنرز كابيتال أنها بعدما نجحت في طرح شركتين ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة النيل خلال العام الجاري بما يعادل 50% من إجمالي الشركات التي تم طرحها ببورصة النيل طوال العام، أعلنت أنها تسعى لقيد 3 شركات جديدة خلال العام 2016. وأكدت الشركة المملوكة لمستثمرين مصريين وخليجيين أن لديها ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري وأداء البورصة المصرية كأحد قطاعات الاقتصاد المهمة في الفترة المقبلة، متوقعة تزايد عمليات الطرح التي تقوم بها الشركة بالبورصة المصرية. أهلا
اهلا بكم مجددا. ختام الاسبوع الماضي او تعاملات الاسبوع الماضي انتهت على اقفال كان مبشر في عالم البورصه، وكان يقال ان مستهل تعاملات الاسبوع هيشهد ايضا مكاسب، لكن بدا مستهل هذا الاسبوع بانخفاض في البورصه الغير متوقع لجني الارباح. ما رايك استاذ عوني؟ يا فندم، هو الانخفاض لجري ارباح لان الاسبوع الماضي البورصه كسبت حوالي 4.5 مليار جنيه، نعم، وكان معظمها من الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي المؤسسات بتقفل مراكزها المالية لأننا اقتربنا من نهاية العام، وإخواننا الأجانب والعرب وهم نسبة بسيطة جدا بيقفلوا مراكزهم، يعني مراكزهم المالية بتنتهي في 31/12. تقفيل مراكز مالية؟ لا فندم، يعني كل ده تقفيل مراكز مالية متوقع. مراكز مالية لأن نعم. إحنا الخميس إن شاء الله كل سنة طيبة، ده آخر يوم في العام، نعم، فكله بيقفل مراكزه المالية. ما زال الأفراد هم المسيطرين الأسبوع اللي فات والأسبوع ده مع على التعاملات، نتيجة إن هم لهمش مراكز مالية وكلهم مش عاملين عملية بروينج أو اقتراض من البنوك، عايزين يقفلوا، لأن المفروض موضوع الاقتراض ده خلص من 4-5 سنين، البنوك ما عادتش بتضخ سلف بضمان الأوراق المالية، فبالتالي هي فلوسه حرة أو هي عبارة عن شغل هامش بياخده من بعض الشركات، فما هوش ملزم يقفله في وقت معين ولكن له حدود قصوى. يعني ما عندوش القواعد الملزمة أوي. لا الملزمة لا، كان الأول حضرتك بيقفل قبل 31/12 وقبل 30/6 إذا كان مقترض من بنوك قطاع عام أو من بنوك عشان يسوي المليوني. فالأفراد ما زالوا راننج، والأفراد أنا شايف الوضع الحالي هو ناس في حالة ترقب. يعني في حالة ترقب. ترقب ليه؟ ترقب ايه؟ ترقب مش لسيء ان شاء الله. الترقب ده احنا عندنا كثير جدا من القوانين الخاصة بسوق رأس المال والضريبة المستحقة على سوق رأس المال والضريبة على الأرباح. حضرتك تقصد اذا هم منتظرين بعدما انتهى الاستحقاق الثالث من ماذا سيفعل مجلس الشعب؟ ماذا سيفعل مجلس الشعب في مثل هذه القوانين؟ نعم. لأن أنا أعتقد إن شاء الله لو كانت الأخبار إيجابية هيكون بإذن الله رب العالمين البورصة هتشهد 2016 ما لم تشهده خلال الأربع سنوات العجاف اللي احنا مرينا بيهم. يعني هنكسر توقعات، يعني كانت البورصة وصلت في حاجة، كسرت حاجز 8,500 في فترة من الفترات، في فترة دلوقتي لما بتوصل ل 7,000 بنقول يعني إن ده إنجاز. يعني المهم الفوليوم يا فندم، احنا ما زلنا تلاحظي حضرتك ان في حاله من الترقب ما بين 400 مليون وال 500 مليون، ده حجم كويس. احنا كنا بدايه السنه دي بنشتغل من ال 200 ل 300 مليون. بشكل عام التداولات قيمه راس المال بسيطه، هي عباره عن ما فيش فلوس، ما فيش انجكشن، مفيش ضخ اموال جديده. نعم، يعني في حاله من الترقب سواء من المستثمرين المصريين او المستثمرين العرب والاجانب. في شوية تشوهات لازم تخلص. في شوية زي ايه يا استاذ عوني؟ هذه التشوهات تمثلها في ايه؟ احنا لو قلنا ان ارتفاع سعر الفايدة المدة اللي فاتت أثر بالسلب على البورصة. تعالي نرجع حضرتك لأربع خمس سنين. كانت السندات أذون الخزانة بتوصل لـ 16.8%. بالظبط. وبالرغم كده كان الفوليوم في السوق عالي جدا. عن كده على الأقل. عن كده بكتير جدا، يمكن أربع أضعاف. وكانت تداولات قد كده 5 مرات، يعني كنا بنوصل لمليار وشوي. مش عايزين نعلق الشماعة على رفع الفايدة، على رفع الفايدة، لأن البورصة ليها زبونها اللي مختلف خالص عن اللي بيضع أمواله في البنك في انتظار الفايدة. بالظبط كده. والمدة اللي فات لو تلاحظي حضرتك أن بعد فرض ضريبة على الأرباح بدأت الشركات المصدرة توزع أسهم مجانية. لأن الأسهم المجانية مش هيفرض عليها ضريبة. في الشركات المصدرة ياريت تفك إيدها شوية كده وتوزع بجد والله، لأنها مش بتشحت الناس. دي حقوقهم يعني من وجهة نظر حضرتك. لأن الفلوس اللي بياخدوها من صرف من عائد أرباح كنا دائما نراها تضخ مرة أخرى في السوق. يعني كان المستثمر بياخد جزء
وبيضخ باقي الجزء، وغالبا ما كان بيضخ الارباح دي مره تانية في السوق. اذا انت ترى ان رفع الفائده في البنوك المصريه لا يمثل مشكله كبيره بالنسبه للبورصه ولم يؤثر عليها بشكل كبير؟ ما يمثلش، لان لو قرينا الزمن فات مش بعيد، لكن اسعار سعر الفائده اكتر من كده. نعم، لكن هو انا بقول لحضرتك في حاله من الترقب، في شويه تشوهات هتنتهي بنهايه البرلمان ان شاء الله رب العالمين. انا سيناقش هذا البرلمان من قوانين هنعيشها في الاسبوعين الاولين ليه. طيب، في 2015 كانت هناك طروحات متوقعه منها الكثير، لكن هذه الطروحات خاب الامل فيها. ما فيش غير طرح واحد اللي خاب فيه الامل، لكن ثلاث طروحات نعم إيديتا وكانت هو كان الأكبر منها إعمار، وده اللي كان متوقع الإعمار هو اللي كان الأكبر وكان متوقع له أنه يكون بومينج، بس يعمل بومينج غير عادي لأن شفنا نسبة التخصيص قليلة جدا. لكن أعتقد أن الجهات الرقابية من هيئة وبورصة كانت المشكلة كلها في طرح الخاص. الطرح الخاص لما نزل متغطي بكم كبير جدا، بدأ الطرح العام الناس يدخلوا فيه بصورة فجأة. فالطرح الخاص الهيئة بعد كده هتسعره مع البنك الاستثمار الطرح، وده من ضمن القوانين الحاجات اللي هي ستاند باي تدخل البرلمان. هل ده هيفيد في الطروحات المتوقعة في 2016؟ لأن 2016 زي ما صرح رئيس البورصة فيها بعض الشركات اللي هي حتى خارج المقصورة، زي أنا مش بروج لسهم، زي موبكو بتاعت البتروكيماويات دي العائد بتاعها من القيمة اللي اسمها بيصل إلى 40-50% وهي خارج المقصورة. طب ودي مفيش إقبال إذا كان العائد بهذا الشكل؟ هتدخل بقى المقصورة. هي دلوقتي مش مسعرة. فدي أول باكورة الأسهم اللي هتدخل في 2014 في 2016 إن شاء الله. نعم. وبعدين هيبتدي فعلا التدقيق. أنا شايف فيه تدقيق غير عادي المدة اللي فاتت في لجان القيد في البورصة. كانت بتدور على منتج تطرحه، دلوقتي بتدقق في المنتج. فأعتقد تصويب بعض الأخطاء، احنا كلنا خطائين، والمدة اللي فاتت كانت كلنا بنجري على بورصة النيل على الحاجة اللي فيها دعاية كتير الواضحة نوعا ما يعني الواضحة. لكن اعتقد المده اللي جايه في كذا طروحات وعلى راسهم. يعني هل تعتقد ان طروحات 2016 ستكون مؤثره داعمه للبورصه بشكل اكبر من 2015؟ لان المنتج شحاوي، المنتج اللي موجود في البورصه شحاوي. في شركات من العيار الثقيل خرجت. نعم، يعني على مدى 14 و13 شركات من العيار الثقيل يعني اللي كانت رمانة ميزان. نعم. طيب اسمح لي ان انا انتقل لجزئيه اخرى مختلفه. النهارده وزير الاستثمار اعلن ان الاستثمار الاجنبي ارتفع ل 6.4 مليار دولار خلال 2014-2015، وانه مستهدف من 8 ل 10 مليار في العام المالي القادم. ارتفاع حصيله الاستثمار الاجنبي بهذه القيمه، ما هي انعكاساتها على البورصه وعالم المال؟ هي ليها انعكاس مباشر وغير مباشر. أكيد في حاجات اللي هتطرح، وهو الوزير أشرف سلمان كان المدة اللي فاتت عمال يعافر في مصالحات مع ناس كتيرة، عشان نتكلم بقى بالحق يعني، وكان عملية الشباك الواحد اللي هو صرح بيه كان واجد عوائق كتيرة جدا ورا الشباك. ما ورا الشباك ده فيه يعني ربنا اعلم في وراء حاجات كثيره قوي. هو ارتباط موضوع الاستثمار بالعديد من القوانين الاخرى اللي كان يجب ان تنقى في اطار تنميه تطوير قانون الاستثمار نفسه، وده برضو داخل البرلمان. نعم، وده برضو داخل البرلمان لانه عامل. انا شفت بصفه شخصيه القانون ده عرض علينا في اتحاد الاعراف التجاريه وعرض في الجمعيات، وشفنا التنقيات اللي فيه كويسه قوي، وداخل البرلمان. هيدخل البرلمان ان شاء الله. نامل ان يكون البرلمان على الحد اللائق من الفكر، ان هو في ناس داخله شباب كويس قوي، داخل في ناس اقتصاديين كويس قوي. يا ريت بس اللجنه الاقتصاديه تستعين ببعض الخبرات من الخارج كليسنرز على الاقل.
تاخد رأيهم. اللجنة الاقتصادية تستعين بخبرات من الخارج. ياما كانت قبل كده ياما من خارج بلاد. لا لا يا فندم، من خارج ايه؟ من خارج اعضاء اللجنة اللي هم اعضاء ليه؟ البرلمان. ليه؟ اه هم اعضاء نعم. البرلمان. يعني لو جيت اناقش شكوك موضوع الشقوق بجيب الناس بتوع الفند الاسلامي والبنوك الاسلاميه. يكونوا على وعي بالموضوع طبعا. يعني طبعا ومعروفين لدى اتحاد الغرف التجاريه، ومعروفين لدى اتحاد الصناعات، ومعروفين لدى البنوك. فلو كان هناك بعض الليسنرز هيعينوا اللجنه الاقتصاديه على اتخاذ بعضها. استاذ عوني، انت تعول بشكل كبير جدا على ما سيقره البرلمان. طيب، ولم تعول على استثمارات قادمة من الخارج، لم تذكر تأثير المؤتمر الاقتصادي في بداية العام، تركيزك الأكبر والجم على ما سيقره البرلمان. ما فندم، هو كل المؤتمر الاقتصادي الرئيس كان عايز يجري، والكل اصطدم ببعض القوانين والمعوقات وبعض الأشياء في الدولة العميقة. خلينا نتكلم بقلب مفتوح، يعني كلم بقلب مفتوح. نعم. فكل التشوهات دي انا معول على البرلمان عشان كده لحل التشوهات القانونيه التي تعوق هذا. بالظبط كده فعلا. نعم. لكن انا مش بقولها مجامله، طول عمر الوزير اشرف سلمان ده واحد من الخمسه سته، وشاب متميز جدا. نعم. في التمويل. والحتت اللي كان بيشتغل فيها قبل كده قدر يدبر التمويل اللازم واللائق لأكثر الجهات اللي اشتغل فيها. نعم. قبل كده. نعم. فبس محدش يعوق الشاب ده. نعم. وجهة نظرك تخص في الاعتبار وسنلاحظها بالتأكيد مع بدء انعقاد جلسات مجلس الشعب، وسنرى ما سيحدث وتأثير ذلك على عالم المال وسوق الأعمال والبورصة المصرية، ونحاول أن نلاحظ ما سيحدث. أستاذ عوني عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، شكرا لك، شكرا جزيلا. عفوا يا فندم، وربنا يجيب الخير، والخير بيجر الخير، والشر بيجر، ويبعد عنا الشر يا رب. يبعد عنا الشر ده ما نتمناه للعالم بأكمل، وليس مصر وحده. شكرا لك أستاذ عوني، أشكرك كثيرا. مشاهدينا، انتظرونا في حلقة جديدة من مؤشر النيل بالغد قبل هذا الموعد بنصف ساعة إن شاء الله، ولكم مني أكثر.